عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوال طيبه، العائله، الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد كيف ما هو باين من العنوان وكيف ما كتشوفوا في لا فيديو. اليوم غادي نصاوبوا بطبوط صغير طايب في لاباري ديال البانيني، كيجي سهل واقتصادي وسريع. راكم عارفين لا ماشين البانيني دغيا كطيب. يلا هو معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديالنا غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان عنبه ديال دقيق الفورس، وجوج ديال الكيسان عنبه ديال دقيق الفينو او السميد الناعم، وغادي نحتاجو هنايا جوج معالق كبارين ديال الحليب غبره، 3 ديال المعالق كبارين ديال الزيت، الزيت كتعطي رطوبيه زوينه للعجينه، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجن او الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، كتبقى الملحه على حسب الذوق، والماء دافي باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. جمعت العجينه ديالي مزيان، مهم ماشي كندلكوها، غير نحاولوا ندخلوا العناصر في بعضياتهم مزيان. دابا درتها هنايا في اناء اولا بانيو اللي سبق لي دهنته بشويه ديال الزيت، وحتى العجينه ندهنوها بشويه ديال الزيت، ونغطيوها بحال هكا بابي بلاستيك ونخليوها من نص ساعه الفوق. يلا تخمر لينا، يلا تخمر لينا، مهم على حسب الجوده. دابا راه بارد الحال، يعني غادي تاخذ توقيت الوقت ديالها في الخميره. نغطيوها بحال هكا مزيان ونزيدو عليها شي فوطه ولا شي حاجه باش تقدر تخمر، وصافي ونتلاقاو من بعد. بالنسبه للحشوه ديالنا غادي نحتاجو بصله متوسطه، مهم على حسب الكميه، بحال هكا مقطعه مربعات صغيره، كميه من الكفته او اللحم المفروم، معدنوس مقطع صغير على حسب الذوق، بزار وملحه، البيض، بيضه واحده الا كانت كبيره اولا جوج بيضات هكا الا كانوا صغارين، وفروماج الاحمر محكوك. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا تعوضوا بلاصه اللحم المفروم ديروا طون اولا التونه، تقدروا ديروا لدند اولا الدجاج، ستر ديال الدجاج، داكشي كيبقى اختياري. وتقدروا تكتفيوا فقط بالخضار، يعني تشحروا جزر اولا خيزو مع القرعه الخضراء مع بصله مع الفلفله حمراء فلفله خضراء، المهم فلفله في الالوان، داكشي كيبقى اختياري على حسب الحشوه. وحتى بالنسبه للعطريه تقدروا ديروا عطريه على حسب الذوق. المهم انا غادي نشحر دابا هذه البصله هذه ونضيف عليها الكفته ديالي، ومن بعد غادي نضيفوا الملحه والبزار والمعدنوس حتى طيب ليا الكفته مع بعضياتهم والبصله، عاد باش نضيف جوج بيضات في الاخر. اما الفرماج ما غاديش نحتاجو دابا، نسيت ما قلت لكمش الزيت، بطبيعه الحال حاجه باينه ان الزيت كتكون. غادي نشحروا فيها البصله هي الاولى في الزويته ديالنا حتى تهبط لينا البصله، عاد غادي نضيفوا الكفته والعطريه. دابا من بعد ما ضعف لي الحجم ديال العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، واش كيبان لكم، غادي نحيدو لها البلاستيكه
وغادي نجيب لهنايا واحد الطبسيل ندهنو بشويه ديال الزيت بحال هكا، نحاولو نفلدو الهواء من العجينه ديالنا. وغنشكلو منها كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو، الاحسن يكونوا صغارين باش كيجيو مرتبطات صغار. من بعد ما بردت لي الحشوه ديالي مزيان، راه ضروري ما تكونش سخونه باش ما تقطعناش العجينه ديالنا، وساليت التكوار العجينه ديالي هنايا. دابا غادي نبدا من اول وحده، غندير شويه ديال الزيت. انا كنفضل نخدم بالزيت، ما كيعجبنيش نخدم بالدقيق كيبقى ليا مكور. ثم بغيتو ديروا شويه ديال الفرماج احمر من التحت وعاد ديروا الحشوه وتزيدوا الفرماج الاحمر بحال هكا شويه، ومن بعد كتهزوا شويه ديال الحشوه. كندير معلقه صغيره باش ما هكا، وتزيدوا شويه الفرماج الاحمر من الفوق. راكم عارفين الفرماج كيعطي مذاق زوين، ونحاولوا نجمعوا بحال هكا من الجوانب باش كيبان لكم. ضروري ندخلوا الحشوه لداخل ونجمعوا بحال هكا من الجوانب. ديروا شي اناء شويه ديال الزيت ونحطوا فيه ونعقلوا على اول وحده بنفس الطريقه. بغيتوا ديروا الفرماج الاحمر غير مره واحده ديروه غير مره واحده، كيبقى اختياري. حتى الحشوه كيف ما قلت لكم من الاول اختياريه. بعد ما خليت الخبيزات ديالي يرتاحوا شويه، درت لاماشين ديال البانيني باش تسخن. نتوما شنو ولفتو لها؟ واش ولفتو دهنوها هكا بزويته ولا لا؟ غير باش ما يتلصقش ليكم. ولا ما ولفتوش كدهنوها بلاش؟ انا حيت لاماشين عندي صغيره يعني غادي نفضل ندير غير وحده بالوحده، ما غادي نبرك عليهم ما والو، راه غادي تبرك عليهم لاماشين. غادي نضغطو بحال هكا ونخليوها طيب، راه دغيا كيطيبوا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد لا ماشين، ماشي بالضروره تقدروا طيبوهم غير في مقله ثقيله، غير المقله الثقيله ضروري تقرصوهم شويه وتبقاو تقلبوهم حتى يطيبوا. هانتوما كتشوفوا دغيا غير كنحلوا عليها كنلقاوها طايبه نيشان، يعني بلا ما نبقاو نقلبوا ونشقلبوا، ما كتلصق متى حاجه. كنحيدوها بحال هكا ونديروا واحده اخرى بنفس الطريقه. بغيتو تضغطوا عليهم هكا ضغطوا، ما بغيتوش راه لا ماشين كتضغط.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا بالبانيني. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، صراحه جا زوين بزاف، هانتوما كتشوفوا في المنظر ديالو غزال وحتى في المذاق. وبالنسبه اللي عندهم لا ماشين ديال البانيني كبيره يقدر يديروهم كبر من هكا، انا راكم شفتو صغيره داكشي باش درتهم صغارين. وكيف ما قلت لكم على حسب الحشوه تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو، دجاج ولا لدان ولا الطون ولا تكتفيو غير بالخضر، مهم هو الفكره وانتم تقدروا تبدعوا فيها كيف ما بغيتوا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير، والناس اللي ما مابونينش في لاشين ما ينساوش يتابوناو ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم الجديد في اللحظه اللي كننزلوا فيها. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو في راسكم.